مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى برنامجنا اليوم الحوار. يسرنا اليوم أن نستضيف أستاذ محمد الجندي، إعلام مصري سياسي مقيم في السعودية وباحث للعلاقات الصينية العربية، لنتحدث حول مبادرة الحزام وطريق. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا بك، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، فطبعا نعرف أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد طرح مبادرة الحزام وطريق، أي مبادرة حزام الطريق حرير الجديد وطريق الحرير البحري للقرن 21 في سبتمبر وأكتوبر في عام 2013، أي قبل 5 سنوات. فأول شيء، كيف ترى تغيرات، أقصد ما هي التغيرات الأكبر بالنسبة إلى دول عبر الحزام وطريق في السنوات الخمس الماضية؟ أنا سعيد أولا باستضافتكم وأشكركم على الاستضافة. المبادرة التي طرحت في عام 2013 عن طريق الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال 5 سنوات الأولانية، كان التغيرات اللي حدثت بالنسبة للدول العربية تحديدا هي أن الدول بدأت تتفاعل مع المبادرة بأنها بدأت تحط البنية الأساسية للتجهيز لتنفيذ المرحلة الأولى، اللي هي عبارة عن تجهيز الطرق وتجهيز السكك الحديدية ونقط الاتصال بينهم. ففي دول عديدة بدأت فعليا في تنفيذ الخطوات في المنطقة العربية تحديدا، يعني السعودية بدأت، ومصر بدأت، والإمارات بدأت، والكويت بدأت، باكستان برضو، الصين بدأت عملت تعمل معاها خط سكة الحديد. فخلال الفترة ال5 سنوات الماضية الدول العربية بدأت فعليا في خطوات تنفيذية للمبادرة. وإذا نعيد النظر إلى ما قبل 5 سنوات، فكيف كان الاستجابة من الدول العربية أو بشكل عموم من دول عبر حزام وطريق للمبادرة؟ لا، الحقيقة المبادرة بتاعت الحزام والطريق هي مبادرة جريئة، والرئيس الصيني لما اقترحها هو يعلم تماما ان العائد عليها هيكون للجميع، يعني وين تو وين، يعني كل مستفيد. الدول العربية تحديدا كانت متفاعلة جدا مع المبادرة، لانها بتعيد تاريخ طريق الحرير القديم بس بشكل متطور اكتر وعملي اكتر وفعال اكتر. الدول العربية لم تدخر اي وسع في انها تتفاعل مع المبادرة، ووافقت عليها وبدأت بالفعل توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية مع جمهورية الصين. وبالعكس لم تكن هناك اي شكوك او اي تحفظات منها على المبادرة، لان هي فيها منافع للجميع. لماذا كانت الاستجابة إيجابية وساخنة حتى ترحيب من هذه الدول؟ نعم طبعا، هي كانت مرحبة بها، لأن زي ما بقول لك هي الموضوع مش إن الصين لوحدها هي تستفيد، الصين هتستفيد والدول الأخرى كمان هتستفيد، لأن أي دولة هيمر عليها البضائع سواء بضائع إلى الصين أو من الصين هيحصل عليها معاملات تجارية، أو هيحصل عليها قيمة مضافة اد فاليو، او هيحصل عليها، فبالتالي الدول دي كلها هتقدر تستفيد من البضائع الصينيه او من الواردات الى دوله الصين، فبالتالي كل الدول هي مستفيده منها، وده اللي مخلي الدول كلها متفاعله. وبالعكس يعني انت حتى لو تشوف هتلاقي المبادره كان في اول ما طرحت 2013 كان رئيس 30 دوله تقريبا كان حاضر، في سنه 2017 2018 2018 المؤتمر الاخير 66 دوله، فالدول كلها بدات تتفاعل وبدات كلها، حتى اللي ما كانتش موقعه اتفاقيات استراتيجيه من 2013 وقعت هذا العام عده دول اخرى في طريقها لانها تفعل مبادره الحزام والطريق. نعم، وايضا لاحظنا ان هناك عدد من الدول الاوروبيه قد شاركت في مبادره الحزام والطريق. صحيح، لان هو البضائع نهايتها هتكون في اوروبا، يعني النهايه المرحله الاخيره هتوصل لايطاليا او فرنسا او اسبانيا او ايطاليا او المانيا او كده، فالدول الاوروبيه دي كمان هي كمان مستفيده من وصول البضائع ليها، او انها تصدر بضائع برضو للدول اللي هي في طريق الحزام في منطقه الحزام الى الصين او الى اوروبا. لكن لاحظنا
أن هناك بالإضافة إلى توفير البضائع، الصين تساهم في الاستثمار في البنية التحتية في دول عبر الحزام والطريق، وخاصة كما ذكرت السكك الحديدية، فكيف ترى هذه الظاهرة؟ ما هي الصين طبعا هو المبادرة نفسها صعبة وضخمة وفيها صعوبات. المساحة كبيرة، انت بتتكلم عن 66 دولة في 3 قارات، في صعوبات سياسية وصعوبات اقتصادية هتقابل الدول دي. الصعوبات السياسية ان طبعا خطوة زي كده من دولة زي كبيرة في حجم الصين مع عدد الدول اللي هيشاركها فيها واللي كله هيستفيد منها، هيخلق تكتل اقتصادي قوي، فبالتالي في دول منافسة للصين هتكون عندها مشكلة ان الدول ال 66 مع الصين هتخلق تكتل كبير هتخليها هي منتجاتها ما يبقاش عندها التنافسية الكافية للبضائع الصينية. البضائع الصينية بتتميز مش ان هي مجرد انها بتصنع بضاعة بجودة مختلفة، لا، هي كمان بتنافس في السعر، والمنافسة في السعر دي غير متوفرة للدول العربية لو هتستعمل نفس الاتفاقيات مع دول أوروبية تحديدا او أمريكية او فبالتالي الدول المبادرة مع الصين والاتفاقية مع الصين اكثر فائدة للدول العربية من انها تعمل الاتفاقيات دي مع دول غربية. فبالتالي المبادرة فيها منفعة كبيرة للدول كلها من اول الصين الى اصغر دولة هتمر عليها البضائع في الطريق. نعم، وهناك الكثير من الخبراء وخاصة الخبراء من الدول الغربية قد قارنوا مبادرة حزام وطريق بخطة ماشير التي طرحه الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية إلى الدول الأوروبية. دي مقارنة ظالمة لأن ما فيش وجه للمقارنة أساسا. المشروع مارشال ده أصلا كان معمول لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فبالتالي المشروع ده كان معمول في فترة لفترة معينة، المبادرة دي معمولة فور ايفر يعني على المدى. الحاجة الثانية إن أوروبا، لأن المبادرة دي لما اتعملت لما أمريكا عملتها ما كانتش وين تو وين، يعني ما كانش الفايدة للجميع، لا، هي أمريكا كانت عاملاها لأهداف معينة سياسية ليها، وكانت قصرها على دول اوروبا الغربيه، الدول الشيوعيه او الدول اللي هي تبع الاتحاد السوفيتي وقتها كانت مستثناه وخارج، عكس مبادره الحزام والطريق اللي الصين بتعتبر كل الدول المشاركه معاها هي دول شريكه، مش ان هي ما فيش دوله هتستفيد على حساب دوله اخرى. وهنا الفرق الكبير اللي ما بينهم، الفكر نفسه مختلف، الفكره مختلفه والمقارنه ظالمه، يعني انك انت عشان تقارن بينهم لا كده فيها ظلم، يعني لا، في فرق كبير بين الاثنين. وبالإضافة إلى ذلك، فهناك مبادرة أو الاستراتيجية طريق الحرير الجديدة من الولايات المتحدة في عام 2011، وطبعا هذه موجهة إلى الدول المعنية مثل أفغانستان وباكستان، وأيضا هناك مبادرة للتحالف الاقتصادي الأوروبي الآسيوي من روسيا، فكيف ترى الفرق أو الاختلاف بين هذه الخطة والمبادرات؟ مبادرة حزام الطريق هي مش مخالفة للاتفاقيات بين الدول، يعني هي مش هتكون مخالفة على حساب اتفاقيات الدول مع بعضها، هي مكملة ليها، لأن هي في الآخر هي وسيلة اتصال ووسيلة تجارة وسيلة تنفيذ سلع وسيلة ترابط، فهي مش هتكون على حساب، يعني هي مش هتمنع دولة إنها تاخد من دولة تانية. يعني هي يعني مشروع، بمناسبة يعني برضو من ضمن حاجات مشروع مارشال ان كان في حدود للدول المستفيدة منها، انا معلش هرجع عليها لان المقارنة دي مستفزة شوية يعني فلا، المبادرة الصينية مختلفة تماما، ما فيهاش اي حدود ولا اي قيود سياسية ولا اي قيود تنفيذية، لا، المبادرة للنافع العام للجميع، يعني دولة الصين مشكورة ان هي فكرت في حاجة زي كده، لأن هي في الحقيقة هي بتفيد منطقة كاملة، يعني 3 قارات فيها 66 دولة بتفيد أكتر من 60% من دول العالم كلها، من مجموع سكان العالم كله، بتفيد أكتر من 40% من التجارة العالمية، فالمبادرة ناجحة. وزي ما بقولك، هي بس مشكلتها هتكون في بعض الصعوبات اللي هتقابل الدول سواء من ناحية التنفيذ من الجهات السياسية أو من الناحية الاقتصادية، لأن من ضمن المشاكل اللي هتقابل الدول برضو نعيد برضو تذكير بيها ان هي الناحية التمويل،
لان عشان تعمل بنيه اساسيه وتعمل حاجات الشركات الصينيه هتساهم فيها. بس برضو الدول دي هتلجا احيانا لبعض القروض اللي هيترتب عليها فوائد دين، فلازم الدول دي انها تعمل حسابها من دلوقتي وتبتدي ترتب اولوياتها عشان تقدر تمشي في الخطه بشكل مظبوط، بحيث انها تغطي جميع المراحل في التوقيت بتاعها المظبوط. نعم، ولنتطرق بشكل خاص الى الدول العربيه، فما هي اكبر التحديات في الوقت الحاضر بالنسبه الى الدول العربيه حسب رايك؟ اي اكبر المصاعب هتكون في حته الاستقرار الانظمه. يعني احنا شفنا الفتره اللي فاتت في دول كتيره للاسف الشديد ليها مصالح انها تعمل عدم استقرار في المنطقه، وده لاهداف هي فيها مصلحه ليهم هم، منها تصدير سلاح ومنها ضغوط معينه لتنفيذ اهداف معينه. الصين ما عندهاش الجزئيه دي، فبالتالي الدول العربيه هتكون منفتحه اكتر على الصين. الدول الغربية اللي عملت المشاكل دي هي او والدول الكبرى اللي هي اللي ورا المشاكل دي هي ما زالت الى الان بتحاول انها تعمل بعض العقبات، بس الدول العربية بدأت انها تتفهم، والشعوب العربية بدأت تتفهم أهمية التركيز على الجانب الاقتصادي، وابتدوا يتعلموا من الأخطاء والدروس اللي وقعوا فيها يعني. وان شاء الله انا اتوقع ان المشروع هينجح، بس هو محتاج وقت ومحتاج مجهود، والمجهود الرئيسي هيكون على دولة الصين طبعا، لأن هي صاحبة الفكرة وهي اللي عندها القدرة إنها تعمل الكنترول أو التحكم في تنفيذ المراحل، لأن عندها من الشركات ومن القدرة الاقتصادية والسياسية إنها تقدر تساعد الدول اللي هتقابل بعض المشاكل. لذلك فما هي الأكبر الإنجازات للتعاون بين الصين والدول العربية في السنوات الخمس الماضية في إطار مبادرة حزام وطريق، وخاصة لمصر والسعودية اللتان يعتبران أو تعتبران دولتين كبيرتين مهما كان في إطار الدول العربية أو الدول الإسلامية؟ شوف، هو السعودية ومصر زي ما أنت قلت هم أكبر دولتين في المنطقة. السعودية قوة اقتصادية كبيرة ومصر قوة اقتصادية كبيرة. مصر عندها كثافة سكانية فسوق كبير جدا، وأكبر سوق في المنطقة، محور رئيسي لأن فيها قناة السويس وفيها هي رابط ما بين أوروبا وآسيا وأمريكا. السعودية قوة اقتصادية كبيرة، هي واحدة من أكبر 20 اقتصاد في العالم، عندها قدرة مالية، عندها بنية تحتية قوية، مساحتها تسمح لها إن هي تقدر تساعد في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق. أنا هتكلم على تفاعل مصر وتفاعل السعودية، مش دولة واحدة. الاثنين بصراحة كانوا الاثنين من الدول المبادرة إنها تنفذ وإنها تاخد مراحل إيجابية فعلية. يعني إحنا شفنا إن دلوقتي السعودية بدأت وقعت الاتفاقية الاستراتيجية، والوزير عادل جبير كان في بكين الفترة اللي فاتت في الاجتماع المنتدى العربي الصيني، وشفنا إن الخطوات الفعلية بدأت تتنفذ. الشركات الصينية دخلت المملكة في 2017، أكبر عدد شركات استثمار أجنبي دخلت السعودية كانت شركات صينية. المستثمرين السعوديين بدأوا كمان يعملوا مشاريع طاقة في الصين، فالدولتين متفاعلين بشكل قوي جدا في المجال ده. مصر نفس الحكاية برضو، مصر في مرحلة بناء وصعود، الاقتصاد في مرحلة صعود ونهوض سريع بعد فترة الثورات والحاجات اللي حصلت. الأمور دلوقتي بقت مستقرة والاقتصاد طالع وفي نمو سريع، كمية مشاريع الطرق اللي اتعملت ضخمة جدا، إعادة تأهيل لجميع المرافق والبنية التحتية، المنطقة الحرة المزمع إنشائها ما بين الصين ومصر هتكون محور استراتيجي في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وممكن تكون مركز لإعادة تصدير لدول أفريقيا وأوروبا كمان في نفس الوقت. نعم طبعا، نعرف أن هناك تحول وطني 2020 ورؤية 2030 من المملكة العربية السعودية، وأنا أظن هناك خطة متشابهة من مصر لفترة طويلة المدى، فكيف ترى التكامل بين الخطة طويلة المدى من دول العربية ومبادرات الحزام وطريق؟ شوف، هو رؤية 2030 في السعودية هي بتعتمد أساسا على تنويع مصادر الدخل بحيث أنه ما يكونش بس النفط. من ضمن الحاجات دي ان مشروع حزام الطريق، ان السعودية تعمل فيها مشاريع ضخمة عملاقة تنوع مصادر الدخل، من ضمنها زي مشروع نيوم.
الشركات الصينية المجموعة الكبيرة اللي دخلت السنتين اللي فاتوا، منهم شركات بتقوم على السكك الحديدية، منهم شركات طاقة، شركات بنية تحتية، شركات إلكترونيات أو شبكات اتصالات. فبالتالي الشركات دي عملها متكامل مع 2030 لأنه بينفذ الهدف بتاع 2030. فالمبادرة الصينية بتاعة الحزام والطريق مع رؤية 2030 هما متكاملين، الاثنين رايحين في نفس الاتجاه. نفس الشيء في مصر، نفس الشيء مصر اقتصادها صاعد واعد، المبادرة الصينية متفقة تماما مع الأهداف المصرية. مصر سوق كبير ضخم، منفذ لعدة دول، عندها البنية التحتية، عندها العمالة الرخيصة، عندها الإمكانيات اللي تقدر تخلي مبادرة حزام الطريق فعالة بشكل كبير بالذات مع دول أوروبا ودول أفريقيا. وفي الحقيقة لاحظنا أن هناك بالإضافة إلى الاستثمار في بناء مبادرة الحزام والطريق من الجانب الصيني، أيضا لاحظنا هناك المصانع وحتى مراكز تدريب العمال في مصر في إطار مبادرة الحزام والطريق، وكيف ترى هذه الظاهرة؟ طبعا هو الشركات الصينية لما تيجي تستثمر في مصر أو في أغلب الدول، يعني هي الشركات الصينية الشركات عندها وعي بأنها لازم تعلم الطرف المستفيد إزاي يقدر يحافظ على المنتج أو إزاي يقدر يصنعه أو يعمل له قيمة مضافة. فبالتالي الاستثمارات الصينية لا تقتصر فقط على مجرد استثمار وبناء مصانع وكده، لا هي بتعلم فيها جزء تدريبي وجزء تأهيلي وجزء بعد التصنيع او بعد البيع. فالمفهوم ده في حد ذاته بالنسبة للدول العربية مقبول جدا ومرحب به لانه هو ده المطلوب. يعني انا مش يعني نحن لا نريد ان ناكل السمك، نريد ان نتعلم ان نصطاد ايضا يعني. فالصين وصلت لمرحلة من الخبرات والتقدم والتكنولوجيا تؤهلها انها تقدر تقوم بالدور ده، انها مش تجاره، مش تكون مجرد بائع او تاجر، لا هي ممكن كمان تقدر تكون معلم. الصين لما طرحت المبادره بتاعه الحزام والطريق هي لم تجبر اي دوله على 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 تنفيذ شرط معين او هدف معين، فبالتالي ما فيش اي اجبار ولا اي نوع من التعسف في استخدام المبادرة أو الاقتصاد. بالعكس، ده هي الصين بتبادر إنها تحل مع الدول دي بعض الصعوبات بدليل إن هي بتقوم بتستثمر استثمار مباشر في الدول دي، سواء ببناء المحطات، ببناء بنية تحتية، بتجهيز المستلزمات الأساسية وخلافه. فبالتالي يعني هي الدول الغربية برضو عندها مشكلة، يعني عشان نرجع الحقيقة لو عايزين نتكلم بصراحة أكتر، هي عندها مشكلة إن الصين تقوم بالدور ده لأن هي مش متهيئة لها إن في دولة تانية ممكن تاخد محلها. الصين دولة كبيرة عندها قدرة وهي في اقتصادها قوي وعندها القدرة إنها تقوم بالدور ده، ف طبيعي ان الدول دي هتحاول تخلق صعوبات وتحاول تعمل مشاكل ان المشروع ده ما يتمش بالشكل المطلوب اللي فيه فايده للجميع. على الدول كلها بقى العربيه وغير العربيه اللي هتكون في مبادره حزام انها تبقى واعيه تماما للدور ده ولاهميه الموضوع ده، ولان معرضه انها تكون مستهدفه ان يتخلق فيها مشاكل عشان تعطل التنميه بتاعتها. الهدف من المبادره دي مش مجرد تجاره وبضائع رايحه جايه وطرق، لا الهدف منها اعاده تنميه للدول دي وزيادة الاستثمار وزيادة التنمية وزيادة التصنيع وإيجاد فرص عمل، يعني نمو اقتصادي شامل. فالمبادرة دي المفترض إن الدول العربية كمان تكون أكثر حماسة من الصين في تنفيذها، يعني بالذات لأنها في حاجة ليها في ظل الأوضاع اللي موجودة دلوقتي فيها المنطقة، فهي في حاجة ليها فعلية يعني. يعني يجب أن تتعاون الدول العربية بشكل قوي وأسرع مع الصين وتبادر لتنفيذ فعلي على الأرض للمراحل المطلوبة في المبادرة بتاعة حزام الطريق. نعم، ولاحظنا في الفترة الأخيرة أيضا رغم على هناك مبادرة الحزام والطريق التي تدعو إلى التعاون والانفتاح، لكن هناك بعض الدول يدعو أو تدعو إلى الحرب للتجارة، وخاصة لفرض عقوبات أو ضرائب زائدة
للبضائع ليس فقط من الصين وأيضا من الدول الأوروبية واليابان أيضا. يعني هي أمريكا أصيبت بالجنون في الفترة الأخيرة من دولة الصين تحديدا. أنت بتتكلم على دولة هي نمرة اتنين ومؤهلة أنها تبقى نمرة واحد بكل سهولة وفي فترة وجيزة. الصعود الصيني كان صعود قوي وسريع، فيعني التمس العذر الأمريكي، بس هي مش هتقدر برضو أنها، لأن الاقتصاد الصيني عنده القدرة أن يتحمل وعنده منافس كتيرة، من ضمنها المبادرة دي هتوسع له المنافس بتاع توزيع منتجاته وهتوسع له منافس الواردات. طبعا مش من مصلحة أمريكا أن المبادرة تتم بشكل سليم، لأن في الآخر أنت بتقوي الدولة اللي هي المنافسة ليك، فمتوقع أن هي يصدر منها أي أفعال جنونية في الفترة القادمة خاصة بمبادرة الحزام والطريق مع الدول، مش شرط مباشر مع الصين، ممكن مع الدول اللي هتكون طرف فيها، بخلق أماكن نزاعات، بخلق حروب، بفرض عقوبات، أشياء كتيرة يعني. يجب على الدول أنها تكون واعية للنقطة دي، وللصين يجب أنها كمان تكون واعية وتساعد الدول العربية لما تلاقي دولة فعلا عندها تعثر ما، لأن الصين عندها تقريبا الإمكانيات متوفرة أنها تساعد أي دولة عربية لو وجدت في حالة تعثر يعني. وهي المبادرة الجميع مستفيد منها كما قلنا، وملهاش أهداف عدوانية يعني، الصين ليست بطبعها دولة عدوانية، والدول العربية زي ما انت شايف هي مش دولة عدوانية ومعتدى عليها في أغلب الأوقات يعني. فبالتالي الطرفين الهدف من المبادرة هدف اقتصادي بحت، وهدف يعيشوا شعوبهم بشكل أفضل ورخاء. الحكومات والدول لما دخلت المبادرة دي أو وقعت على المبادرة دي، الهدف منها رؤية مستقبلية للأجيال القادمة. فنتمنى إن المبادرة تسير في الطريق الصحيح، وإن الأمور تسير على ما يرام، وتؤتي المبادرة ثمارها في القريب العاجل إن شاء الله. نعم، ولاحظنا أن هناك بالإضافة إلى مبادرة حزام وطريق التي تشتمل إلى على عدد كبير من الدول في العالم، هناك آليات مختلفة للتعاون بين الصين ودول العالم. مثلا هناك منتدى التعاون الصيني العربي للتعاون بين الصين والدول العربية، وأيضا هناك منتدى التعاون الصيني الأفريقي. فكيف ترى الفرق أو التعامل أو التكامل بين هذه الآليات المختلفة؟ الآليات دي هتساعد أو هتكامل في المبادرة. ليه؟ لأن هي الدول المشاركة في مبادرة حزام الطريق دول مختلفة، في دول أفريقية وفي دول عربية وفي دول من آسيا الوسطى وفي دول من جنوب آسيا. إنك تعمل النوع من الترابط والهارموني أو التنسيق ما بينهم في عملية التنفيذ عملية صعبة، فلازم يحصل تنسيق بشكل جزئي لكل مجموعة، وبعديها بيتم التنسيق الكلي على الإجمالي. المنتديات دي اللي هي الاتفاقيات ما بين الصين والدول العربية أو الدول الأفريقية، منتدى التعاون الأفريقي ومنتدى التعاون العربي، هي مكملة لاتفاقية الحزام والطريق، أو منسقة ويعني عاملة نوع من السيستم والهارموني لنظام لمبادرة حزام والطريق. نعم، إذا فما اقتراحاتكم لعملية تحقيق مبادرات الحزام والطريق في هذا الحين؟ أنا المبادرة دي طبعا هي مركزة بالدرجة الأولى على الجانب الاقتصادي. المفترض إن في نوع من الجوانب الأخرى مكملة للجانب الاقتصادي، وأنا أقصد بها الجانب الثقافي والجانب السياحي والجانب الصناعات دي هي صناعات مكملة للشعوب اللي هتشارك في مبادرة الحزام من الطريق، لأن التجارة هي وسيلة تقارب وترابط بين الشعوب. الثقافة الصينية قريبة من الثقافة العربية، والسياح الصينيين منتشرين وبيجوا الدول العربية كتير، عايزين نفس الشيء كمان يكون مع الدول العربية إلى الصين. يعني أنا أدعو الدول العربية أنها كمان تعمل ندوات ثقافية عندها في الصين، تعمل سياحة بشكل منتظم إلى الصين. الجانب ده الجانب الاجتماعي هيعمل زيادة رابط بين الشعوب نفسها، اللي هي هتكون في الآخر هي المستهلك النهائي
للسلع والمنتجات الصينية أو الواردات إلى الصين، المواردات من الدول العربية إلى الصين. فالجانب ده أنا أقترح إن هو يزيد التركيز عليه كمان في الفترة القادمة. لكن أيضا لاحظنا أن هناك خلافات بين دول عبر حزام وطريق بين بعضها البعض أقصد، فكيف ترى التوازن بين هذه الدول، أو ما اقتراحاتكم للصين لتحقيق التوازن بين هذه الدول؟ والله أنا شايف إن التوازن الاقتصادي يعني يجي أولوية على أي خلاف سياسي، لأن المصلحة الاقتصادية هي مرتبطة مش بدولتين بس بينهم خلافات، في دول قبليها ودول بعديها. فلو لو المصلحة وقفت في نص الطريق هتضيع فائدتها لكل الدول، فبالتالي الجميع خسرانة. فما أعتقدش إن في دول هتسمح إن خلافات سياسية تؤدي لتوقف مشروع ضخم زي ده يعني. والقيادة عموما يعني القيادة في المملكة قيادة حكيمة ورزينة يعني، وأنا يعني من خبرتي ليها معروف عنها أنها في أحلك المواقف بتكون عندها قدرة على ضبط النفس، وأنها تعرف إمتى تاخد الطريق الصح. والمبادرة نفسها فيها عدة طرق يعني، يعني هي مش معتمدة على الطريق اللي ما بين إيران، البري ما بين إيران ومنطقة الشرق الأوسط، لا، في الطريق البحري وفي الطريق. فممكن الدول دي تتفادى لو هو الموضوع كريتيكال أو صعب أو يعني، تروح على الطريق البحري مثلا، واخد بالك إزاي، أو طريق جنوب آسيا أو طريق أوروبا يعني. في طرق، هو ميزة المبادرة دي إنها مش معتمدة على طريق واحد يعني، هي عندك 3 طرق برية وطريقين بحريين، ف وسائل كتيرة. وعلى فكرة الطرق دي مهمة للصين لأنها تأمنها اقتصاديا وتأمنها قوميا يعني، لأن الصين في حالة الحرب الاقتصادية اللي شنها عليها الولايات المتحدة الأمريكية دلوقتي. نعم أستاذ محمد، فالسؤال الأخير، ما تطلعاتكم لتحقيق مبادرات الحزام والطريق؟ أتمنى أن تتنفذ النهاردة قبل بكرة يعني. يعني هي المبادرة نفسها عظيمة جدا وأهدافها نبيلة جدا وفائدتها تعم على الشعوب. أنا عن نفسي أتمنى تتم النهاردة قبل بكرة، بس تنفيذها أتوقع إمتى؟ هذا يتوقف على كل الدول هتخلص المراحل بتاعتها إمتى. وهنا تكمن، هنا الصعوبة، إنك تعمل تنسيق وإن الدول دي تنفذ في المواعيد، وإن دولة الصين تقدر تساعد في الاستثمارات اللي هي تقدر وعدت بيها إن هي تقدر تخلي المشروع ده يقوم ويبتدي فعليا يعني. تقصد تحقيق مبادرات الحزام والطريق في حاجة إلى العزم والمرونة في نفس الوقت. بالظبط بالظبط بالظبط، محتاجة عزيمة أولا، تنفيذ وإرادة، عزيمة وإرادة من القيادات العربية والسياسية، القيادات السياسية في الدول العربية وفي الدول المشاركة عموما يعني، لتنفيذها، لأنها تتعرض برضو لضغوط إنها ما تنفذش. الحاجة الثانية إن الدول العربية يجب، والشعوب العربية يجب أن تنتبه لبلادها، ما تسمحش بأي مجال للفوضى أو لإثارة فتن أو لحروب، لأن ده هيأثر عليهم كلهم، هيأثر عليهم اقتصاديا حتى لو هم مختلفين سياسيا مع قادتهم يعني. نعم، شكرا شكرا لأستاذ محمد الجندي، شكرا لملاحظاتكم القيمة ووقتكم الكريم. شكرا شكرا يا فندم، شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي برنامجنا اليوم الحوار، شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.